تعرفون أنه السيد الشيرازي المرجع الراحل سيد محمد الشيرازي هو أول من أيد ثورة الخميني عام 1963. زين. اللي معروفة في إيران باسم قيام خرداد 15 خرداد في أشهرهم الإيرانية. زين. عند نفي السيد الخميني إلى تركيا ومجيئه إلى العراق مروره كان في كربلاء باستقبال حافل من المنطقة المسيب حتى دخوله إلى كربلاء. كان هذا الاحتفال من قبل والاحتفاء من قبل السيد المرجع الراحل محمد الشيرازي. زين. وقام السيد الخميني 3 أيام أقام الصلاة في الصحن الحسيني في المكان الذي يقيمه السيد الشيرازي رحمة الله عليه وخصص له منزلا خاصا. أما على مستوى هذا العلاقة القديمة زين. أما على مستوى وكان السيد الشيرازي مطلوبا من قبل النظام الشاهنشاهي باعتباره مؤيدا ومساندا للخميني توجه السيد الخميني. على المستوى الحركي والتعاون تعرفون أن هنالك لاجئين إيرانيين في الخارج خصوصا في لبنان. كان هنالك السيد غرضي كان وزير الاتصالات. كان السيد الشيرازي كان إيراني الجنسية في حينها؟ هو عراقي ويحمل الجنسية الإيرانية والعراقية.